وتقول لي ايه المواضيع من وجهة حبيبي نظرك. طبعا يا امير انت كده دخلت سخن على طول. خليني اقول لك شويه امور سريعه جدا. خليني اقول لك ان الاتفاق كان قبل الاعلان، يعني اتحاد الكره، انا بقول على مسؤوليتي الشخصيه، كان متفق على استخدام طاقم تحكيم تونسي لانه كان موجود في القاهره، يعني يكاد يكون متزامن مع قرار الاعلان، يعني في اجتماع واتحاد كوره وعاملين اجتماع وفي طياره نازله فيها الطقم، يبقى انت بتعلن يبقى في حكام اجانب وانت موافق وخدت القرار. يعني الساعه 4 الساعه 5 تاني يوم في ماتش، وصل الطقم والطقم كان موجود قبلها بيوم كامل في القاهره. كل الامور دي انا بقول ما فيش فيها مشكله، لكن اللي صدر المشكله هو نادي المقاولين العرب اللي اعلن صراحه يا امير انه ما كانش يعرف، وخاصه يعني الاستاذ محمد عادل، المهندس محمد عادل المشرف على فريق الكره اللي اعلن، وانا عرفت كده وانا ماشي بالليل، مش مقاولين الساعه 10 ما جاليش اي حاجه من وسائل الاعلام والاذاعه، وكنت بسمع ولقيت حاجات غريبه جدا. لكن هم قبل المباراه امبارح لقوا الطقم كمان التونسي، وهم اصحاب الارض ما يعرفوش، لقوا ان الطقم التونسي ناقص. ناقص ازاي؟ ان كل المباريات اللي اتلعبت امبارح في الدوري بيتلعب بحكم اضافي الا هذه المباراه. مقاولي العرب بعت خطاب رسمي لاتحاد الكوره النهارده بيطالب فيه باعاده المباراه، وانه هو لعب من غير حكم اضافي، وانه عنده لائحه لازم يلتزم بيها اتحاد الكوره. اتحاد الكوره انا بقول لك رده من دلوقتي يا امير مش هيعيد المباراه ومش موافق على اعاده المباراه، ومش دي هتبقى القصه، القصه في اللي جاي. انت عندك دلوقتي بروتوكول تعاون مع تونسي، هيبقى فيه المغرب والجزائر جايين الفتره الجايه. تقريبا الحكام العرب دول هياخدوا دور الحكام المصريين تقريبا، ويبقى في حكام اجانب هيجوا في وقت تاني لمباريات تانيه. وبالتالي نقدر نحط عنوان كده ونقول ان الدوري في خطر كبير جدا، وان الفتره الجايه ربنا يستر والمسابقه تكمل. البعض بيتكلم داخل اتحاد الكوره وبيطالب الكابتن عصام عبد الفتاح بالاستقاله. مش هيستقيل ما هو الراجل قال لهم انا ايه مش هنط من المركب. مش هيستقيل، لا بغض النظر، بس انا عايز اقول لك على حاجه. مش حته انه هينط من المركب ولا حاجه، هو الراجل دخل انتخابات اتحاد الكره ان هو يكون عضو في مجلس اداره اتحاد الكره لهدفين بالتحديد. الهدف الاولاني ده هيسهل له ان هو يبقى رئيس لجنه الحكام، الهدف الثاني هيبقى يفتح له السكه ان هو يكون عضو في لجنه الحكام الخاصه بالكاف والاتحاد العربي. هو ده الهدف الاساسي الكابتن عصام عبد الفتاح، عشان كده دخل انتخابات اتحاد الكره. فالناس اللي بتفكر ان هو ممكن للأمانة يستطيع مش هيستطيع. يعني للامانه الكابتن عصام عبد الفتاح انا بتعجبني في شجاعته وصراحته، دايما بيتكلم بصراحه، تحس على كلامه ومداخلاته انه مجبور على حاجه الفتره اللي فاتت. هو قال كده بصراحه، انا يعني مش مبسوط ومش مع الحكم الاجنبي وده بروتوكول تعاون، لكن كلام، وحتى زلت لسانه اللي طلع قال يا جماعه انا لما قلت احنا بنشجع تجربه الاستثمار ما اقصدش اكيد طبعا ما يقصدش حاجه، لكن احنا ليه، وده لازم نفكر في الجمله دي امير بشكل كبير جدا، ليه حاطين الكابتن عصام عبد الفتاح لوحده في وش المدفع؟ يعني ايه؟ يعني عندنا اتحاد كوره قائم، وعندنا اعضاء اتحاد كوره، وعندنا ناس من اعضاء اتحاد كوره شغالين في الاعلام، وناس متابعه وبتتكلم، انا في ازدواجيه كبيره جدا. بالظبط، انت عارف ان عندك مشاكل ومصدر الراجل اللي ماسك التحكيم، طب انتوا بقيت اعضاء اتحاد الكوره انتوا فين؟ طب موقفكم ايه؟ طب راضيين على اللي بيحصل ولا لا؟ طب الدنيا لو مشيت بهذا الحد هيوصل ايه؟ في بعد اكبر يا امير كمان، ان الدول العربيه المحترمه والشقيقه واللي فيها تحكيم على اعلى مستوى، ما نقدرش نشكك ولا نقول اي حاجه ولا اقول لك التحكيم قليل ولا كتير، مش انا اللي هتكلم في الجزئيه دي، لكن النهارده المباراه بجمهور، واذا اخطا حكم من اي بلد وحصل هتاف ولا حاجه، مين اللي هيتحمل؟ بالظبط، هتبقى مين اللي هيتحمل الازمات يا امير؟ لكن هو موضوع شائك جدا. والحكم المصري فين؟ انا بقول لك الحكام المصريين الفتره الجايه هيعملوا وقفه، وطالبين بتحديد الموقف والصوره النهائيه تبان عشان القصه. طيب في انديه مش هيبقى معاها جيب، ولكن التحكيم المصري فعلا عنده اخطاء الفتره اللي فاتت، لكن اداره الازمه، هو احنا بنسهل الدنيا وخلاص اعمل كذا وخلص عشان الدنيا تتنسي يا امير، او نعدي خلاص؟ طب انا هقول لك على حاجه يا امير، الفار اتحاد الكوره قال لك انا هجيب حكام اجانب او حكام من صعب جدا يبقى في فار السنه دي، صعب جدا، مفيش فار. انا بقول لك اهو، مش هينفع، لا يمكن، انت لازم دلوقتي لا يمكن يبقى في فار السنه دي لعده اسباب. اولا انا حضرت ورشه كامله في روسيا في كاس العالم عن تقنيه الفار،
تخيل يا امير، حكام كاس العالم اللي حكموا السنه دي في المونديال اتضربوا على الفار ده، بقى لهم قد ايه بيتضربوا عليه؟ فتره كبيره طبعا. قول قد ايه وقت مثلا؟ شهرين مثلا، ثلاثه؟ سنتين. سنتين سنتين بيدربوا الناس والحكام علشان يتدربوا على تقنيه الفار. طب تقنيه الفار عايزه ايه؟ عايزه ملاعب بمواصفات معينه وتحط كاميراتك بالزبط. عايزه 36 كاميرا لكل ماتش، يعني تكلفتك من 15 ل 20 الف دولار في المباراه الواحده. عايزه تدريب طقم المصورين، عايزه تدريب للمخرج بشكل معين، الحكم وهو رايح يشوف التقنيه في الفار لو في لعيب اتحرك وراه ولا حد راح له. انت بتشوف ده الحكم التونسي امبارح لما جيت له يطرد علي جبر، لعيبه بيراميدز كلهم اتلموا عليه بشكل يعني 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 الراجل. بالمناسبه يا بوب، كمان تحيه للحكم التونسي امبارح، ان هو كان متعرض لضغوط كبيره جدا قبل المباراه والموقف اللي حصل، لكن الراجل على فكره الحكم عمل مباراه جيده. لا الحكم كان كويس جدا بصراحه وادى، والمباراه ما كانش فيها المواقف، برضو المباراه ما كانش فيها المواقف الصعبه اللي عليه. هو الموقف الصعب الوحيد اللي اتحط فيه الغيبوبه اللي جات له لما ادى لعلي جبر الانذار الثاني، وما كانش مدرك ان ده الانذار الثاني، وراح له ابراهيم صلاح واعتراض اللعيبه عليه. حسيت انه مش ما عندوش الشخصيه القويه انه يواجه جمهوره اللعيبه عليه، اضطر يجري لغايه وسط الملعب عشان يمشي اللعب. لكن المباراه عدت، واحنا نتمنى ان المباراه تعدي والدوري يعدي كله. لكن بقول لك تقنيه الفار مش هتتطبق السنه دي، لا بالتكلفه ولا بالتقنيات. محتاج تدرب الحكام بالظبط، ومحتاج خد بالك بقى الفيفا بيشترط ايه. فيفا كمان بيقول لك لازم تعمل مباريات وديه للحكام تدربهم فيها اوف لاين. طب الحاجه الثانيه، اتحاد الكره هيتصرف ازاي؟ نصا اللي بقول لك عليه السيناريو ده خليك فاكره عشان هنعيده، هيتطبق الفتره الجايه. السيناريو ايه؟ اتحاد الكره هيخاطب الاتحاد الدولي عادي جدا، هيقول لهم احنا في مصر عايزين نعمل تقنيه الفار، وهيقول لهم اهلا وسهلا. خطاب رايح وخطاب جاي، ولجنه جايه من الفيفا، ولجنه رايحه، وهندرب الحكام على بدايه الموسم بقى وهيجيبه. ده لو الموسم الجاي يبقى عملوا انجاز كبير جدا يا امير. فادي الحدوته باختصار، لكن حذاري 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 من ان الدوري ما يبقالوش صاحب، حذاري من ان الدوري ما يبقالوش شخصيته، حذاري جدا 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 ان اي حاجه نديها مسكن. احنا مش دكاتره بنج في اتحاد الكوره، احنا محتاجين جراحه. يعني ايه؟ يعني قراراتك كلها تبقى مظبوطه، لان فجاه المريض اول ما بيخلص البنج هيصرخ، واحنا مش عايزين نصرخ يا امير. طب انت شايف ان شايف ان اتحاد الكوره متفرغ لاداره امور الكوره المصريه يا استاذ ايهاب؟ يعني انا بصراحه ده نعمل له حلقه بقى يا امير، شديد ليهم يعني. نعمل له حلقه، لان احنا لو فتحنا في موضوع اتحاد الكوره ده يعني اقول لك حاجه بقى، ان نص اعضاء الاتحاد فرحانين باللي بيحصل. ليه بقى؟ نص اعضاء الاتحاد، انت عارف كم عضو ما راحش اصلا الاجتماع بتاع ثلاث اعضاء، وفي الكواليس اعضاء كتير جدا، لان هم بيقول لك اتحاد الكره بيدار كده يعني ايه؟ يعني بالبركه، يعني هم يعني الظاهر ان التورته جوه متقسمه، كل واحد بيعمل اللي هو عايزه، لكن اتحاد الكره فعلا هيبقى محتاج وقفه. وهقول لك عنوان صغير جدا، عندنا مباراه مهمه مع سويسلاند ذهابا وايابا، ابتداء من يوم 12 اكتوبر للمنتخب في التصفيات المؤهله للبطوله الافريقيه. في مفاجاه في موضوع الطياره، محمد صلاح قال عايز طياره منظمه ومش عارف ايه، والمره اللي فاتت كانوا بيطلعوا بطياره خاصه. الوقت اللي جاي هتبقى فيه مفاجاه كبيره في موضوع الطياره، هنقولها في الايام اللي جايه. ايجابيه ولا سلبيه يعني؟ يعني دايما المفاجات اللي بتيجي بالنوع ده بتبقى سلبيه، لكن اكيد عايز اعرف بقى عندك ايه النهارده. طيب